هي دعوة، دعوة للشباب. ليه؟ لأن دلوقتي في خريجين وتلاقي الناس بيتصلوا، طب نلاقي وظيفة، اللي عايز يروح للوظيفة يروح. ما بص، عمرك ما تقنع واحد موظف وراح للوظيفة إنه هيجرب راس ماله. لكن عايزين نتكلم في إيه؟ أنا بقول لك كشاب، خاصة لو أنت موظف في بعض الوظائف اللي إحنا بنتكلم عنها والعالم بيتكلم عنها، الناس هتختفي خلال سنوات قليلة، يبقى ليك كمل في هذه الوظائف. يعني أنا عايز أقول لك مثلا وزير التعليم العالي نفسه بيقول لك على وظائف خلاص هتتلغي خلال سنوات بسيطة، مهارات المراجعين، المحاسبين، مدخل البيانات، موظف المخازن، عمال مصانع، دي كلها وظائف هتختفي. يبقى انت عليك وانت شاب وبتعمل في هذه الوظائف، فكر في بكرة، فكر في بكرة. وزير التعليم العالي نفسه بيقول لك ان الوظائف اللي جاية هي محلل بيانات، اخصائي ذكاء اصطناعي، اخصائي بيانات ضخمة، اخصائي تسويق رقمي، محلل امن معلومات، اخصائي ومطور برمجيات. تخيل. طيب ما احنا، هل انت لا، يا اما بقى تروح للوظيفة دي، يا اما تبدأ تقول انا هبدأ اعمل مشروع. والمشروع دلوقتي عندك فرصة راس مال يعني يكاد يكون متواضع جدا، 1000 جنيه، دعم ضرائبي، ضرائب مش مطلوب منك مقر، تقدر تاخد قرض بفايدة صغيرة جدا. حاول. عارف لو مشروع كوافير، لو مشروع، عارف، مطعم صغير، لو 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 عندك حاجات كتيرة قوي. تعالوا أروح لأستاذ شريف سامي، خبير أسواق العمل والقيادي المصرفي. مساء الخير أستاذ شريف. أستاذ شريف. أيوة يا فندم، مساء النور. مساء النور. لو حضرتك متابع معانا، إحنا بنقدم دعوة للشباب، يعني بقدر الإمكان اللي يجد في نفسه استحسان إنه ما ينفعش يشتغل موظف، يبدأ، مش عايز أقول يجرب حظه، يتجه إلى تأسيس مشروع خاص به، خاصة إن العالم بيتحدث منذ فترة على إن هناك وظائف بعينها سوف تختفي خلال الأعوام القليلة القادمة. بماذا توجه النصح للشباب؟ لا، أنا عايز أقول حاجة مهمة. أنا سمعتك طبعا في الدقائق اللي فاتوا، يعني بلاش نقول ستختفي، الصح إنه نقول ستزيد أهمية وعدد المطلوبين في شرائح جديدة من الوظائف، وممكن نبقى نتكلم عليها. الأهم لما بتكلم إنه الواحد يعمل مشروع خاص، بالتأكيد شيء إيجابي، بس بلاش نقصرها على الشباب أو الخريج الجديد زي ما بندي الانطباع. على فكرة الخبرة، حتى لو الواحد اتعلم 5 10 15 سنة في مكان آخر كموظف وبعدين يعمل المشروع بتاعه، أكيد أيضا سيكون مزود بخبرات قيمة. صحيح. إذا حضرتك بتقول الدعوة ليست لشباب عشرينات فقط، ده ممكن رجل يستقيل في سن 50 وعنده خبرات. طبعا رجل أو امرأة، في قيمة حضرتك عارف للخبرة في التعامل وفي الإدارة وفي الأسواق وفي المخاطر والمشاكل. صحيح. لا تكتسب إلا بعدد من السنين. وبالتالي زي ما بنشوف نماذج ناجحة لشباب في العشرينات عملوا شركات أو حتى منشآت أو مشروعات صغيرة، في أمثلة جيدة للي نقله. نعم. أنا سامع حضرتك، كمل. فيعني ده حبيت أقوله عشان المشاهد عندنا يبقى عارف إنه الفرصة دايما موجودة. تتطلب إيه؟ تتطلب إنه يكون عنده استعداد للمخاطرة، يفهم السوق، وما يبقاش عنده المزايا والضمانات بتاعت وظيفة، إنما ينطلق إلى آفاق أرحم. طب إيه هي النصائح للي هيبدأ مثل هذا العمل الخاص؟ يعني ايه هي الخطوات الاسترشادية؟ الاهم انه يتأكد من السوق بتاعه. يعني ايه يتأكد من السوق بتاعه؟ في طلب؟ طب المنافسين بيعملوا ايه؟ طب تكلفته لو قدم الخدمة دي او المنتج تبقى منافسة ولا لا؟ يقدر احتياجاته التمويلية من مدخرات، من مساعدة أسرة، من مساهمين آخرين معاه،
قد يكون في اقتراض، يعني في طبعا يعني ادوات كثيره للتمويل، بس بالبلدي يحسبها صح. كتير من المشروعات او المنشآت الصغيره اللي بتبتدي اهم اسباب فشلها انه يكون ما حسبهاش صح، ما حسبهاش صح، ما قدرش هو الطلب في السوق او في المكان اللي بيمارس فيه النشاط، هل فعلا الناس محتاجاه؟ المنافسين بتوعه بيقدموا ايه؟ ده ينطبق من اول واحد بيعمل مشروع مثلا تنظيف ومكوى، وصولا الى مشروع موقع تجاره الكترونيه، مشروع نقل، مشروع تجفيف مثلا بعض الحاصلات. المشروعات الصغيره كتير جدا، انما اللي عندنا على الورق وموثق، يعني انا كنت رئيس هيئه الرقابه الماليه اللي بتشرف على التمويل متناهي الصغر، احنا عندنا النهارده فوق الثلاثة مليون مواطن بيستفيدوا من التمويل متناهي الصغر، بيعملوا بيه مشروعات صغيره، يعني احنا وبالتالي عندنا الدليل موجود ان قرابة 3 المسؤولين مليون بيعرفوا مشروع صغير. بيعرفوا يا فندم. في 3 مليون مواطن مصري حصلوا على تمويل متناهي صغر، وعملاء لكثير من الجمعيات الأهلية والشركات والبنوك اللي بتدي هذا التمويل، وبيعملوا بيتراوح بقى من واحد قد يكون بيبيع، أو واحدة بتبيع جبنة في السوق، لواحد بيفصل ملابس جاهزة، لواحد عامل صحيح مركز طباعة وتصوير، وصولا لواحد بينقل ناس او فواكه او مواد بناء. المجالات كتيره، مش لازم اعمل حاجه ما افهمش فيها، بس اعلم نفسي فيها، ادرس السوق بتاعها، احسبها صح. طيب، ايه هي وخلينا الوظائف اللي هيقل الطلب عليها خلال السنوات القادمة؟ احنا كان كلامنا على المشروع، على اللي بيعمل المشروع. الوظائف زي ما باين قدامنا كلنا، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فتحت افاق ده اللي هيبقى عليها طلب. التفريعات بقى بتاعتنا، يعني مثلا احنا بنتكلم على الشمول المالي طول النهار، صح؟ نعم. فهتلاقي عدد كبير جدا من الناس في كل التطبيقات والخدمات اللي هي تتعلق بالتمويل الالكترونيا، التمويل الاستهلاكي، التمويل العقاري، التامين، حتى الخدمات المصرفيه وفتح الحسابات والادخار والاقتراض الالكتروني. وده عايز تحليل بيانات عشان اعرف مين اللي هديله ائتمان قد ايه وحصل ازاي. كل ما يتعلق بالتجاره الالكترونيه والبيع والشراء اللي شفناها ايام كوفيد لما الناس كلها لجأت لاستخدام التطبيقات الالكترونيه، كل ده بيفتح مجالات جديده. ابتدى حتى في الطب يبقى فيه تشخيص عن بعد وحجز مش عارف ميعاد الدكتور الكترونيا وما الى ذلك. فالتنويعات اللي ظهرت على سوق النشاط وبالتالي سوق العمل كبيره جدا في هذا التحليل. دخل ايضا اللي بيسموه الذكاء الاصطناعي او الارتفيشال انتليجنس. احنا بنتكلم دلوقتي على العربيه اللي من غير سواق، صح؟ صحيح. 10 سنين يعني هيبتدي نلاقيهم منتشرين، وبالتالي عايزين ناس تبرمجها، عايزين ناس تعمل لها صيانه، تعمل لها رقابه. فاللي لا خلاف عليه ان كل ما يتعلق بالبيانات والمعلومات وتحليلها والتسويق على ضوئها، والمحتوى الالكتروني طبعا، فحضرتك اعلامي كبير وعارف انه الصحف دلوقتي قراءها الكترونيا اكثر من ورقيه. صحيح صحيح صحيح. فكل ما هو يرتبط بالبيانات، مش مجرد واحد بيعمل برمجه او بيصلح حاسب الي، ده مطلوب. بس ده لا مطلوب. يعني انه الوظائف التقليديه اللي احنا عارفينها هتختفي. لكن هيتم يعني تراجع الطلب عليها، مش هتنمو بنفس الوتيره، ولا هتدفع نفس الاجور اللي في شريحه. وهنا بقى فرصه الشباب، لانه العلوم بتاعت البيانات دي جديده نسبيا، فهتلاقي اللي بيتمكن منها هم في العشرينات ومطلع الثلاثينات، وده شيء طبعا بيديهم دفعه ايجابيه في سوق العمل. صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ شريف سامي، خبير أسواق العمل، الرئيس الرقابة المالية السابق.